صل على صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله. يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ والتجأ إليكم يا أبواب الرحمة وسفن النجاة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب الغرباء يا قتيل العدا يا مسلوب العمامة والرداء يا أبا الشهداء يا مظلوم كربلاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. النظرة المحرمة هي موضوع هذه الليلة، وسوف نعالج هذه المشكلة من جهتين، جهة علمية وجهة دينية. وسوف نجد أن أهل العلم أيضا وصلوا إلى أن هذه المشكلة، النظر المحرم، وصلوا إلى أن له آثار سلبية سيئة جدا، سيئة بشكل كبير على صحة الإنسان، كما هي سيئة على نفسية الإنسان، كما هي سيئة على روح الإنسان وارتباطه بالله سبحانه وتعالى. قد يشكل مشكل ويقول النظر المحرمة إفراد ليلة للحديث حولها، وهي كما يعتبر ويظن البعض أنها من صغار الذنوب، أمر غير مطلوب. ونحن نجيب على هذا الإشكال بأنه حينما نعرف الآثار السلبية التي
تترشح من وراء النظرة المحرمة، نعرف أن إفراد موضوع خاص إليها ليس بالأمر الكثير، بل يجب أن يكون هذا الأمر حاضر بشكل كبير في حياة الإنسان المؤمن. أيضا لأن الإسلام حينما يقدم الحلول لا يكتفي بذلك فقط، وإنما يقدم سبل الوقاية. يعني الإسلام مو فقط يعالج، هم كذلك الإسلام يقدم سبل الوقاية من المشاكل التي ممكن أن يصل لها الإنسان من وراء النظرة المحرمة. لذلك أيها الأحبة، قبل أن نلج في عمق هذا البحث، لابد أن نعرف ما هي النظرة المحرمة. النظرة المحرمة هي كل نظرة تثير الشهوة لدى الإنسان، كل نظرة تثير الشهوة التي تدفع الإنسان إلى المعصية. فأي منظر يثير الشهوة وهذا المنظر ليس من طريق محلل يعتبر نظرة محرمة، سواء كان هذا المنظر متشخص، يعني شخص نظر إلى شخص آخر أو لا. هذا المنظر مادة جنسية، فيلم جنسي، فيلم خلاعي، مادة خلاعية، قصة خلاعية، منظر، صورة خلاعية، هذه تعتبر نظرات محرمة، وسوف نجد أنها لها آثار سلبية بالغة جدا. فسوف نعالج هذا الكلام من وجهة نظر علمية، خصوصا وأن الغرب والشرق مبتلين بهذه النظرات، مبتلين بالنظرة المحرمة. لماذا؟ رقم واحد، لأن هناك لا يوجد حدود تضبط الإنسان فيما يلبس، باعتبار ما موجود دين مكتمل الجوانب عندهم. هذا فضلا عن وجود ناس لا دينيين، فضلا عن وجود أديان غير صحيحة، ما موجود ضوابط معينة إلى اللباس، بحيث أن هذه الضوابط تمنع النظر المحرم، تخفف من النظر المحرم. إذا اجتمع عدم الضابطة، عدم الحد، مع وجود رغبة داخلية ودافع داخلي وباعث داخلي لدى الإنسان، سواء كان رجل أو مرأة، بحب التزين والظهور بصورة جميلة عند الآخرين، سوف نجد أن النظر المحرم موجود بشكل كبير. هذا الرجل وهذه المرأة ما موجود عندهم ضابطة تخليهم تحدد هذه الضابطة نوع اللباس اللي يلبسونه إلى أي حد، ما موجود، وهم عندهم رغبة داخلية، هذه الرغبة الداخلية تدفعهم إلى التزين، تدفعهم إلى إظهار مفاتنهم، إظهار ما هم جميلين عليه، ما هو جمالهم. وإحنا أمس قلنا أنه المرأة موجود داخلها أمر نفسي، أنها تحب، أنها تعتمد على الرجل في كل شيء، فالرجل ما دام يقول لها بطريقة أو بأخرى، عبر أعلان، عبر نظرة، عبر بطريقة أو بأخرى، إذا قال لها الرجل والمجتمع أنك إذا لبست هذا اللباس وتخليت عن هذا اللباس وأظهرت هذه المفاتن فأنت جميلة، وهي تبحث عن هذه النظرة وتبحث عن هذا الجمال،
فراح تقوم بذلك، خصوصا ان ما موجود حدود تخليها تضبط نوع اللباس. فموجود عندهم هذا الأمر، وهذا الأمر باعتبار الجو المختلط الموجود عندهم أهم كذلك، إضافة إلى أن الصناعة الجنسية في تلك الدول مقننة، يعني هنالك من يترزق عبر الصناعة الجنسية، عبر المدخول الذي يأتي إليه من وراء القوادة مثلا، أن يقدم المادة الجنسية للآخرين فيحصل من ورائها على المال، سواء هذه المادة كانت فيلم أو صورة أو كانت أي شيء آخر، هو يترزق بهذا الأمر. ولأنه يستغل الطاقة الموجودة والرغبة والغريزة اللي الله سبحانه وتعالى أودعها في جميع بني البشر، ولأنه ما موجودها، عشان أأكد إليكم أنه ما موجود ضابطة، من كم يوم بعد أنتم أكيد التفتون أن أنه في أمريكا شرع وقنن زواج المثليين، والرئيس الأمريكي طلع وقال أنه لقد انتصر الحب، انتصر الحب بمخالفة الله سبحانه، فقال كأنما ويش قاعد يقول أن الحب هو زواج المثليين. فقنن الآن كل واحد مثلي الجنس، رجل ورجل، مرأة ومرأة، يقدرون يروحون يتزوجون أمام المحاكم الإدارية، وأن هناك الكنيسة والصومعة ما إليها دخل، كل ما هنالك أنها ترفض هذا الشيء. ولكن الآن صار قانون موجود، الآن صار قانون موجود، فما موجود حدود دينية، موجود جو مختلط، موجود دافع داخلي إلى أظهار المفاتن. كل هذا لما تجمعوا هم موجود استغلال إلى الرغبة الجنسية وصناعة الجنس وسياحة الجنس، كل هذا ينشئ ويخلي النظر المحرمة موجود بشكل كبير عندهم. وهذا اللي خلى العلماء هناك يبحثون هل للنظرة المحرمة تأثير سلبي على جسم الإنسان أو لا، وأنا إن شاء الله أجيب إليكم هذه ما وصلوهم إليه. واحد، النظرة المحرمة تتلف، 20 دراسة أثبتت هذا الكلام، 20 دراسة أثبتت هذا الكلام، النظرة المحرمة تتلف خلايا موجودة في الدماغ، كما يتلف الإدمان على المخدرات والخمر. يعني الذي يدمن على المخدرات والذي يدمن على الخمر يصير عنده جزء من خلايا مخه تتلف جراء هذا الإدمان، نفس هذه الخلايا تتلف من وراء الإدمان على النظرة المحرمة وتكرار مشاهدة النظرة تكرار مشاهدة المحرم. جزء من خلايا الدماغ يتلف وجزء حساس، هذا الجزء الحساس مسؤول عن السعادة، راح نقول عنه بعد شوي. يتلف هذا الجزء من الدماغ جراء النظرة المحرمة، كما يتلف جراء الإدمان على المخدر والإدمان على الخمر. هذا واحد. اثنين، النظرة المحرمة وصلوا إلى أنها تنهك الدماغ، تكرار مشاهدة المحرم ينهك الدماغ. دراسة حديثة سنة 2013 قامت بها جامعة كامبريدج، هذه الدراسة قامت على موضوعها النظرة المحرمة، من هم مشاركين في هذه الدراسة هم المدمنين على مشاهدة المواد الخلاعية والجنسية، عرضوهم إلى التصوير بالرنين المغناطيسي، وجدوا أن
مجموعة من خلايا الدماغ منهكة منهكة بشكل كبير، جاية على التلف، جاية توصل إلى مرحلة التلف، منهكة بشكل كبير. هذا الجزء من الدماغ منهك. ليش؟ لأن هؤلاء مدمنين على المناظر الجنسية، يعني هذا اللي وصلوا إليه أن تكرار مشاهدة المناظر الجنسية ينهك الدماغ بنفس تأثير الخمر والمخدرات، بنفس تأثير الخمر والمخدرات ينهك الدماغ. اثنين. ثلاثة، وجدوا أن النظرة المحرمة تشوش عملية التذكر والتعلم. أجروا دراسات وجدوا أن الذين يدمنون على النظر المحرم هؤلاء تتشوش عمليات التذكر في أدمغتهم، تتشوش عمليات التعلم في أدمغتهم. زين، شنو النتيجة؟ إذا طال بهم الأمد، طال بهم الأمد، عملية التذكر راح تخف 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 إلى أن تصل إلى مرض الزهايمر. يعني النظر المحرمة توصل الإنسان إلى الزهايمر، تكرار النظر المحرم يوصل الإنسان إلى هذا المرض. أيضا لا يستطيع المدمن على النظر المحرم أن يحتفظ بالمعلومات بشكل كبير، عمليات التعلم عنده صعبة تصير، عمليات التعلم عنده، عملية التعلم عنده تصير صعبة لإدمانه على النظر المحرم. 28,000 واحد كل ثانية يزور المواقع الجنسية المنتشرة على شبكة الإنترنت، كل ثانية 28,000 واحد حول العالم يزورون المواقع الجنسية. طبعا هذا اللي يجعل الصناعة الجنسية ذات رواج. أنت عندك دكان 28,000 واحد راح يدخلونه في الثانية، فعشان كذي مزدهرة هذه الصناعة. شنو اللي يصير في الدماغ؟ كلما نظر الإنسان إلى المشهد المحرم، إلى المادة الجنسية، يفرز العقل مادتين، التستيرون، هرمونين، تستيرون والدوبامين. هذين الهرمونين يفرزهم العقل بصورة فائضة، بصورة كبيرة. هذين الهرمونين لما يفرزون بصورة كبيرة، الخلايا المسؤولة عن إفرازهم تصاب بالإرهاق، تصاب بالإرهاق مع تكرار العملية وتكرار العملية وتكرار العملية. هذه الخلايا تتلف مع تكرار العملية وتكرار العملية وتكرار العملية، هذه الخلايا تتلف. وبعدين هذه الهرمونات المسؤولة عن السعادة وعن المكافأة تصير ما يفرزها المخ. بعدين يصير الإنسان ميال بشكل كبير إلى الاكتئاب، وميال بشكل كبير إلى الخوف، وميال بشكل كبير إلى القلق. بسبب شنو؟ النظر المحرم، بسبب النظر المحرم. بعد النظر المحرم سواء كان إلى المادة الجنسية أو إلى الشخص الآخر، إلى مفاتن الشخص الآخر، يؤدي إلى اختلال في اتخاذ القرارات. المنطقة المسؤولة عن اتخاذ القرارات في الدماغ هي المنطقة الأمامية، هذه المنطقة، هذه المنطقة احنا نسميها الناصية، دينيا نسميها الناصية، ناصية خاطئة كاذبة، القرآن وصفها بهذا الصفة.
هذه المنطقة هي المسؤولة عن اتخاذ القرار. هذه المنطقة عبر تكرار المشاهدة المحرمة، هذه المنطقة عبر تكرار المشاهدة المحرمة، الخلايا الموجودة فيها ترهق وتتلف، فيصير الإنسان دائم التردد، مشتت الذهن، ما يقدر يختار قرار صحيح، ما يقدر يختار قرار صحيح. أزيد من ذلك، مو بس ما يقدر يختار قرار صحيح، ما يقدر أنه يوقف نفسه لما يدخل في أي عادة. لذلك هذا الكلام بكرة بنجيب نتكلم عنه لما نتكلم عن العادة السيئة. لذلك هؤلاء المبتلين بهذه السعادة، بهذه العادة، ما يقدرون يوقفون عنها لأن هذه المنطقة مو شغالة. يعني كأن الواحد يمشي بسيارة ماكو فرامل، هي المنطقة هي المسؤولة عن الفرامل. كأن الواحد يمشي بسيارة بدون ما موجود فيها فرامل، أكيد راح يصير نهاية هذا المشوى الخطر، نتيجته محتومة معروفة. هذا الإنسان لأن الفرامل انتهت، الفرامل موجود، القرار، منطقة المسؤول عن القرار مرهقة، يصير صعب عليه أنه يوقف عن أي شيء هو دخل فيه ووصل إلى مرحلة العادة. وباكر بعد راح أعطيكم أرقام أيضا. عندنا هرمونات مسؤولة عن السعادة مثل ما قلنا، الدوبامين والتستيرون والأدرينالين، هذين مسؤولين، يسمونهم هرمونات السعادة. هذين لأنهم ينتجون بشكل فائض وبتكرر العملية والإنتاج بشكل فائض، لأنهم مسؤولين عن السعادة، يوصل الذي ينظر النظر المحرم ويصير عنده فائض من هذه الهرمونات إلى مرحلة ما يأثرون فيه. يعني شنو؟ يعني هو المفروض أنه كل ما تعرض الإنسان إلى موقف سعيد، هذه الدماغ ينتج هذه الهرمونات عشان ترتفع السعادة بالنسبة عنده. هو لما يشاهد النظر المحرم، لما يطالع النظر المحرم، شو اللي يصير؟ اللي يصير أن هاي الهرمونات تنتج بشكل كبير. اللي يصير أنه يصل إلى مرحلة تشبع من النظر إلى هذه المنتوجات، من النظر إلى هذه المواد. إنزين شو الناتج؟ الناتج هو أنه إذا وصل إلى مرحلة تشبع من النظر المحرم، على طول يطلب، لأن هذه ما توصل، ما تشبع سعادته، على طول يطلب شيء أكبر. ومن هني وش اللي ينفتح؟ ينفتح عنده الباب إلى محرم ثاني، يصير النظر المحرم ما يشبعه، النظر المحرم ما يلبي حاجته، ما يشبع، ما يوصله إلى مرحلة الذروة التي هو يطلبها، ما يأثر فيه، فيطلب محرم ثاني، ينفتح الباب إلى محرم ثاني. ووجدوا عبر دراسات أن من يدمن النظر المحرم عادة ما ينفتح له الباب إلى الزنا واللواط والعادة المحرمة والأمور الأخرى المرتبطة بالمعاصي الجنسية، فيصير هذا الأمر ما يشبعه، ينفتح إليه الباب إلى أمر ثاني. كل ذلك أيها الأحبة يصير لنا الإنسان من وراء النظر المحرم. هذا ما وصل إليه العلم، هذا ما وصل إليه العلم، هذا ما أثبتته الدراسات. النظر المحرم يعني الإنسان جاي يتخلى عن صحته العقلية، خلايا المخ تتلف،
خلايا المخ تتلف، تذكر يتلف، تعلم يتلف، قرار يروح ما يقدر يتخذ قرار. إضافة إلى ذلك، انجي الآن إلى ماذا تسبب النظرة المحرمة من ناحية دينية. الدين شلون عالج النظرة المحرمة؟ زين، قبل ما نروح إلى الدين شلون عالج النظرة المحرمة، ممكن واحد يشكل يقول إنزين النظر المحرم ليش إليه هذه الآثار السلبية الخطيرة البالغة التي تساوي الآثار اللي يصيد الإنسان لما يدمن على المخدرات والخمر، وما صيده إذا نظر إلى زوجته أو الزوجة نظرت إلى زوجها بنفس الطريقة. هذا الأمر حير العلماء. العلماء وصلوا إلى هذه النتائج، أن النظر المحرم دائما ما تكون وراءه نتائج سلبية. النظر الرجل إلى زوجته أو نظر الزوجة إلى زوجها، الزوجة إلى زوجها، تكون النتائج إيجابية. شلون؟ احنا عندنا جواب، وهو أن الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه الخالق للإنسان أوجد فيه نظام تشغيل. نظام التشغيل هذا احنا نسميه الفطرة، هم يسمونه النظام الداخلي. وجدوا عبر الدراسات أن نظام التشغيل عادة ما يتوافق، التي هي الفطرة، عادة ما يتوافق مع إرشادات الله سبحانه وتعالى والتعاليم الدينية. فإذا استعمل هذا النظام في طريقه الصحيح يصير المردود ماله مردود إيجابي. إذا استخدم النظام نفسه بس في الطريق الخاطئ في غير رضا الله سبحانه وتعالى يصير المردود سلبي. وهذا نشوفه مثلا حتى في الزنا. الزنا مثل الزواج، ليش هذا المردود إيجابي من وراءه كثير، مردود حتى على صحة الإنسان، مردود كثير وإيجابي، وليش هذا من يمارسه يصل إلى مرحلة سيئة من الصحة الجسدية والنفسية؟ نقول لأن هذا ما يتناسب ويا النظام الداخلي وفطرة الإنسان، وهذا يتناسب مع النظام الداخلي وفطرة الإنسان. الآن نروح إلى الدين. الدين شلون ينظر إلى النظرة المحرمة؟ واحد، الدين ينظر إلى أن النظرة المحرمة سهم من سهام إبليس، مصيدة ينصبها الشيطان إلى الناس، فمن يقع فيها يستدرجه إلى محرم أكبر. أول ما ينصب الإنسان الشيطان شرائكه للإنسان عبر النظرة المحرمة، بعد ذلك يستدرجه إلى محرم أكبر. وإحنا قلنا في ليلة اللي تكلمنا عن كمائن الشيطان أن الشيطان ما يجي للإنسان على طول يقول له إزني. أول شيء يخلي الإنسان يقع في المحرم الذي هو أقل من الزنا، وبعد ذلك يجره إلى الزنا، يعني يخليه ينظر نظر محرم. بعد ذلك، وهذا اللي أثبت العلم، أن الذي ينظر النظر المحرم ينفتح له، لأنه يوصل إلى مرحلة ما يشبعه النظر المحرم فينفتح الباب إلى محرم آخر، فينفتح الباب مثلا إلى العادة السرية ما تشبعه، ينفتح الباب إلى الزنا، ينفتح الباب إلى أمور أخرى. بهذه الطريقة يستدرج الشيطان الإنسان. لذلك الإسلام جاء وقال النظرة المحرمة سهم من سهام إبليس، لا يصيبك هذا السهم، لا تقع في مثل هذا الشرك. اثنين، النظرة المحرمة تولد الغفلة. النظرة المحرمة تولد الغفلة. من يكثر من النظر المحرم إلى المادة الجنسية، الفيلم الجنسي، أي نوع،
من النظر إلى الشخص، إلى مفاتن الآخرين، إلى مفاتن المرأة، هذا يعيش الغفلة على جميع الأصعدة. ولذلك نشوف أن بعض الناس المبتلين بالنظر المحرم والذي وصل الأمر بالنسبة إليهم إلى مرحلة العادة، عادة ما يهملون كثير من الأمور الموجودة في حياتهم، يهمل زوجته، يهمل أولاده، يهمل بيته، يهمل عائلته، يهمل أصدقائه، ويتوجه بكل تفكيره وتركيزه إلى النظر المحرم، فيهمل هذا كله ويغفل عنهم. وطبعا أول ما يغفل عنه هو الله سبحانه وتعالى، عن رقابة الله سبحانه وتعالى. فإذا النظر المحرم أمر سيء جدا يورث الغفلة، هذا اثنين. ثلاثة، النظر المحرم يجلب التعب، يجلب التعب ويورث الحسرة. كم من نظرة أورثت حسرة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول النظر المحرم يورث التعب الجسدي، وهذا الحين اللي قلناه عبر الدراسات اللي أو وصلوا لها العلماء من النظر المحرم، أنه يورث الإنهاك العقلي. إذا أنهك العقل أنهك الجسد، لأن العقل هو آمر الجسد. تورث الإنهاك العقلي، تورث الإنهاك الجسدي، وتجلب الحسرة الدائمة. وكثير من الناس الذين ابتلوا بالنظرة المحرمة أورثتهم حسرة، كلما نظروا وتذكروا تحسروا، وهذه الحسرة تكون ملازمة لهم، تصير حياتهم عبارة عن مجموعة كبيرة من الحسرات. هذا إذا متعود كل يوم يشاهد، هذا إذا متعود في كل مكان يشاهد، شو يسوي؟ الحسرة كل يوم موجودة في حياته، وإذا موجودة حسرة في كل يوم في حياته، وشيها الحياة هذه؟ يقعد من الصبح عشان يعيش الحسرة، يروح العمل عشان يعيش الحسرة، يروح في كل مكان يعيش الحسرة، وهذا مؤلم إلى الإنسان. الحل، والحل الإسلامي، الحل أيها الأحبة، النظرة المحرمة، الحل اللي أوجده الإسلام إليها هو غض البصر. وهذا الكلام سمعناه بشكل كثير، أنه غض بصرك، غض بصرك، غض بصرك. شنو معنى غض البصر؟ يعني أن أنا ما أطالع، أو معناه كسر النظر. غض البصر معناه كسر النظر. سمعتون أنتون هذه الكلمة كثيرا، النظرة الأولى إليك والثانية عليك. يعني شنو الثانية عليك؟ يعني أن الثانية عادة ما تكون فيها الانتباه والتركيز والقرار بالنظر. أنا الأولى مو ملتفت، نظرت بس ما أنا ملتفت، لكن وأشحت بوجهي، لكن إذا أرجعت وجهي مرة ثانية هذا معناته أن في سبق إصرار وترصد، في سبق نظر، في سبق، في قرار سابق بالنظر، في تنبيه، في تنبه، في تركيز. وهذا التنبه وهذا التركيز يؤثر على صحة الإنسان وعلى نفسية الإنسان وعلى روحية الإنسان. لذلك اكسر هذا النظر، لذلك اكسر هذا النظر. يجون الشباب هذه الأيام ويقولون هذا الكلام. احنا موجودين في أجواء، هذه الأجواء مو مثل السابق. سابقا ممكن هؤلاء كبار السن ما موجود عندهم نظر محرم. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول غضوا أبصاركم ترون العجائب. كبار السن يقول ما موجود عندهم، لذلك حياتهم أبسط وحياتهم أسهل وسلوكهم إلى الله سبحانه وتعالى أسهل. والآن نحن نعيش الاختلاط في كل مكان، في العمل موجود اختلاط، في الدراسة موجود اختلاط، شو نسوي؟
أنا ما راح أقول أن الأمر، لأن كثير من الشباب يعتقد أنه باعتبار أن أنا موجود في منطقة الاختلاط، وباعتبار أن أنا مفروض علي الاختلاط ومفروض علي هذا الجو، معناته أنه خلاص يجوز لي أن أنظر نظر المحرم. خطأ، هذا التفكير خاطئ. السيد المسيح يقول إلى بني إسرائيل، يقول إلى حواريه، مو كبار السن مالنا، مو تجي تضرب لي كبار السن المثال، أنا أجيب لك واحد من 2000 سنة. يقول إلى الحواريين: إذا نظرت نظرة محرمة فاخلع عينيك وارمها، فخير لك أن يتلف جزء من جسمك على أن يتلف جسمك كله في النار. زي شو نسوي؟ أنا أقول إليك اهرب من النظر المحرم عبر أن تقوم بكسر النظر، بغض النظر، وعبر أن تتحكم في نظرك، تتحكم في نظرك. أمير المؤمنين يقول: اجعل البصر في قلبك. خل عقلك هو اللي يتحكم في العين، مو شهوة الإنسان هي اللي تتحكم في العين. أنا أتحكم في عيني لو ما أتحكم فيها؟ أنا أقدر أرسلها في المكان اللي أريده أو لا؟ أنا أقدر أن أخليها تمتلي بالنظر المحرم إلى فلان وفلان وفلان، وإلى التلفزيون وإلى التلفون وإلى الإنترنت أو لا؟ أنا المتحكم، أنا هذه العين ملكي، أنا أغضها، أقرر أن أجعلها لا تنظر إلى المحرم، وأنا أقدر أقرر أنه تنظر للمحرم. أنت تتخذ القرار. وعندنا رواية الظاهر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه واحد من الشباب اشتكى إليه النظر المحرم، فقال له: إذا نظرت، إذا أعجبتك بنت فانظر إلى السماء وقل: اللهم ارزقني إياها أو ارزقني خيرا منها. أطلب الأمر من عند الله سبحانه وتعالى. أما أن يباح النظر، أنا ما نقدر عليه، هذا خطأ، وخصوصا عقب ما نعرف هذه المشاكل والآثار النفسية والآثار الجسدية والآثار الروحية التي تتخلف وتتورث من وراء النظر. فغض بصرك، أنت تتحكم في عينك، وأنت اللي تتحكم وين ترسلها. حتى وإن كان موجود وياي في الجامعة، أنا عشت في الجامعة وأعرف، وعشت ورحت دول غربية وأعرف، وأعرف أنه ممكن، أعرف أنه ممكن عندما يقرر الإنسان أنه ما يتأثر من الجو اللي حواليه. غض البصر. 2، عش العفة في حياتك. شنو العفة؟ العفة هي المحافظة على النفس، حافظ على نفسك، لأنه الآن أمر بين يديك وأنت قارن. جبنا دراسات كثيرة وصلتنا أنها تقول النظر المحرم شنو يسبب للإنسان على مستوى صحته الجسدية والعقلية، وجبنا روايات تتكلم أن النظر المحرم شلون يأثر على سلوك الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. أنت شنو تختار؟ تعيش النظر المحرم وتتحمل هذه التأثيرات، أو لا تحافظ على نفسك من النظر المحرم؟ وعندما تحافظ على نفسك فأنت تعيش، أنت تعيش العفة، والعفة مستحبة، والعفة المستحبة لها أجر عند الله سبحانه وتعالى. 3، وهو أمر لا بد الالتفات إليه، وهو الحجاب. الحجاب حينما شرعه الإسلام شرع طريقة لكسر ولكي تكون مانع بين الرجل والمرأة، بحيث أن الرجل ما يخسر ولا المرأة تخسر. أما الفهم السائد، وهذا الفهم الخاطئ، أن الحجاب قطعة قماش نخليها فوق رأسنا، هذا خطأ.
الحجاب اللي قطعة قماش. أنا شفت في دولة من الدول يلبسون الحجاب فوق رأسهم، حسبتهم مسلمين. سألت أحد الأخوان هنا قال لا هذا مو مسلمين، بل يعتبرون موضة جميلة وما شابه يسوونها. قال مو يعتبرون الأمر موضة جميل إن الواحد يخلي شعاع فوق رأسه قماش. قلت له ما هذه الموضة إسلامية هذه؟ إذا كان النظر إلى الحجاب بهي الطريقة فممكن أنه ينفتح الباب إلى أن يصير الحجاب نفسه زينة، وهذا الحجاب الزينة يؤسس إلى النظرة المحرمة. احنا لنطلبه الحجاب الصورة الخارجية والصورة الداخلية الجوهر الذي يمنع من ارتكاب المعصية، الذي يمنع من النظر المحرم، الحجاب الذي يزين المرأة، الحجاب الذي يمنع أنظار الرجال من أن تخترق أجساد النساء، الحجاب الذي يجعل المرأة في حشمة، يجعل المرأة ذات قيمة عالية، يجعل المرأة جوهرة. هذا الحجاب الذي نبحث عنه، هذا الحجاب التي زينب عليها السلام قدمت الكثير لأجله، هذا الحجاب الذي مثاله زينب سلام الله عليها. الحجاب حجاب زينب، وزينب فخر المخدرات، فخر المخدرات التي ما كان أمير المؤمنين عليه السلام يرضى بأن ينظر إلى زينب شاخص. ظل زينب ما أحد يشوفه، مو يشوفون بعد جسم زينب، ظل زينب ما أحد يشوفه. إذا أرادت أن تزور جدها أرسل الإمام الحسن أو الإمام الحسين لكي يخفف من نور القناديل على قبر رسول الله، لكي عندما تكون في زيارة جدها وينظر ناظر من بعيد ما يشوف شخص زينب التي حينما تخرج من بيتها يحوطها الهواشم، يحوطها أبناء بني هاشم، لكي لا ينظر أحد إلى زينب. زينب التي حينما هجم القوم على مخيماتها فرت إلى ابن أخيها تقول له يا ابن أخي قد هجم القوم ماذا نفعل، وإذا به يقول لها عم زينب عليكم بالفرار. خرجت زينب تنظر إلى يمينها وشمالها محتارة، الأطفال تأكلهم النار، يلاحقهم الجنود. زينب احتارت يوم شبوا بالخيم طلعت يا هالحريم صغار وكبار تصرخ بعالي الصوت طايح وين يا حسين خدر نهتك وانت غياث المستغيث عجل دركنا لا يهتكون الصياوي لما نسمع قام اتقى الله فوق لوع وقالها يا زينب باليتامى لا تجيني ولا تكثرين من البواج الذوبين ولا تجيبين سكينة يذوبها ونيني لا تكثري عتبيك ولا تجيني بلخمة لا تكثري عتبيك وانا جثة بلارة
راسي قبالك والجسد بالخيل يندى روح الشريعة ملكتين شوفين عبا يقدر على النهضة وسلسفه البتة قال الدخيلك يا الذي بجنب الشريعة لن الندى ردي ترج فوفي قطيع للخيم ردي باليتامى يا الوديع تدرين بي مقطعة يميني وليس انا شقول لن يسايلني الناس اخوك حسين وين وين عباس اقول حسين ظل جثة بلا راس وعباس البطل قطعوا يمينه هي وعباس البطل قطعوا يا يمين احمى الضائعات من بعدك ضعنا يا الله نسألك اللهم وندعوك بأحب الخلق إليك محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا سهل مطالبنا اقضي حوائجنا الشافي مرضانا لا سيما المنظورين ومن أوصونا بالدعاء اللهم شافهم بشفائك وداوهم من بلائك المؤسسين لهذا الاجتماع والاجتماع اللهم تقبل منهم أعمالهم ولموتاهم وموت الحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.